بس ننبه على ننبه على شغله. كمان لخبط فيها تأكد بالنسبة للبيرة تبعت الويف فورم مرت عليكم تعرفوها ما في مشكلة. إذا عندي ويف فورم ساينوسويدال ويف فورم أو أذروايز أي بيريوديكال أني بيريوديكال ويف فورم هذا هون الزمن تي عندي هون واحد على تي تساوي f اوميجا تساوي 2 باي f وتساوي 2 باي على t. هاي واضحه مش هيك؟ حطوها بالهيك معروفه مش هيك؟ اللي هي بيريود العلاقه ما بين البيريود والفريكونسي تاو. لكن اذا عندي مثلا فيرست اوردر سيستم وهون عندي سيجما راديانز بير سكند وهون جي اوميجا radians per second وعندي هون بول والبول هذا S1 يساوي سيجما 1 من هون وكانت مثلا الترانسفير فانكشن تبعت هذا السيستم هاي الحالة راح تكون سيجما على S بلس أو سيجما على S بلس سيجما 1 من هون اللي هي نفسها واحد على اس على سيجما 1 زائد 1 يساوي 1 على تاو اس 1 زائد 1 بالحاله هاي ايش العلاقه بين اس وحدتها راديانس بير سكند وتاو؟ 1 على مش هيك؟ سيجما 1 يساوي 1 على تاو 1 او تاو 1 يساوي 1 على سيجما 1 ماشي الكل فاهم هذا الاختلاف؟ ما في هون 2 باي هون في 2 باي ايش التايم كونستنت لهذا السيستم؟ واحد على اس او واحد على اوميجا او واحد على سيجما مش هيك؟ في حين هون البيريد ففي اختلاف البيريد وحدتها سكندز والتايم كونستنت وحدته سكندز او مينتس اوكي؟ الكل فاهم هذا الاختلاف؟ ما في عندي هون 2 باي ما بدخلش عندي 2 باي